أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حباب قرب تيهي ما جاء وحيمد آثار أحاديثها في وفاة رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم. geeridiisii wafaadkiisiina ku yimid an anas ibn malik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi anas aakhiru nadratin daymo middii ugu dambaysay oo nadartuhaa aan fiiriyey ama aan daymooday ilaa rasuulillaahi rasuulka alle xaggiisa sala allahu calayhi wasalama كشف الستارة يوم الاثنين ساسو يقول وحالو سو قدريا حين قرب اهيد كشف النبي اوفيدي صلى الله عليه وسلم الستارة ده اوفيدي يوم الاثنين مال الاثنين فنظرت وانا اقبل الى وجهه نبي وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه سود مودو ورقة مصحف مصحف ولا رقة ثلاثة مين كأنه استوى المود النبي وجه يسوع ورقة مصحف مصحف كان أما مصحف ورق أنا حاجة نظيف أهانت وجه يسوع النبي النظيف يا هاي هي قروحة مركب فيرس هي ورق مصحف نظيف ساسولي والحرب نبو في ذاها الناس دتكو خلف أبي بكر بمعنى يصلون ابتكليان خلف أبي بكر أبو بكر قداشيسا فكاد وحي السجين كل وادين الناس دتكي أن يضربوا إلي إسكو لحيا عام أي النبي صلى الله عليه وسلم ما المضرب نبو حمصنا وهلك كتري ويسن عرق نكي بغضا معانا ركا فايدي دا النبي أبو فايدي داه أبو كفايدي قريسي يعني سوفي لي وحي أفهمين يعني إنه النبي صباح صلى الله عليه وسلم ركا فرحات الكفر حسيهين عام ما يتكى النبي سيدا يوم مركا إسرائيل أيام مركا وحي بكو سكتمبر إلى إسكو بحيا عام الصلاة بكا بحا دار النبي أركان صباح أنا إسيرا ذي مرحبا حاكو صوت عليه النبي قال له حرار إنسان صلاة فكاد ديتنا وحي سيئن الناس ضدك أن يطربوا إني إسكو لحيا عام فأشار ديتنا وات المامي النبي إلى الناس ضدك حق وضوحه وات المامي أن يثبتوا أن يثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم صبنا هذا سلاة دين وات ولم يسرت والحال بن نبي سيدا سمي أبو بكر أبو بكر يا أمهم وإيجا إمام يهيئ تكريه وألقي والسيداي السجف داه سجف وستارة هذا الصبر وتوفي والله أفسديب أنس رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم ما لنتا يدعى يوجي جيسا أربي غير كذي دمبين يا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيث كنت وحنها مسندة متيرسي النبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري لا تيد مت كتيرسان ومرك النبي سكراتي وعلي أو قالت أما وحي تيري إلى حجري بطيدا أمرك النبي حمسنا ونسو تيري لا تيد كتيري وحبت كذا وجهدو أما بطيدا كسو تيري النبي وافلي ويدو كتيرسان فدعت النبي وحويه بطست عاول يرقو سيدا بفقه وكليتا ليبول سيء أبوك هذه النبي فيه ويلقى يساق الدمس وهي بنام بحق روحان سيئة وصعاك روح وركا وحو النبي وحويه ويل يرقو يعني أبوك هذه مدام أمرك هذا كهذه النبي قلت ثم إنت كدب ويلكيب الله كيني وبال النبي وحويه هذه ديتنا فما توال انتين ساسة رمنا عايشة مركي وكادي مركي وقال ابن
لكن الرواية المختصرة لسوق قومي شيخ مدام كتاب كسوفيا كتاب ديو سوق وريه شمال النبي صلى الله عليه وسلم حون كميتا يوم الحقات هذه وحسكو ديار رواية والرواية دي كقابون تهي المكيان كان حب بضان تهي هذه تبقى الرواية مكيني تاني يتي وربا ومن رواية حاوي البخاري ومسلم في الصحيحين وعن واحد قال أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت لله أغبط كمن ما أحد قفنا بهون موت غير فضيك كمن ما غير قف قف يعني انتر في اليوم ونفط صفة ضرب واحد قلب يقول ما هي الله أني أنا غير إذا سبع يوفض ذي كما شاء الله صلى الله لا أغبط كمن ما أحد قفنا كمن ما يبتل بهون موت غير فضيك فضيت كالسجى سببتك كمن ما بعد الذي كيد بدي رأيت أن أركيه من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لمشهد سيا جيري دي سي أذي جيري أدرنا شهيدا النبي مركو لمن إيه حان فرق ضم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي سوحى كمذا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات من النبي صلى الله عليه وسلم إلهي من حق الوعى من المجر ونديك هين جيرد حنو بين النبي سيدا صلى يعني أدم نبي حنو سليم وقال هذا الدين النبي محمد وضلك أخر من سيدا جيرد أمور فاضي حنو ضرعين هل البامرك اللي وفد دي وراء لقي سنة يما بكو ضعانش وحجر ما بلس إذن وعن أوحى لقوله موسى على حديثك رضي الله تعالى عنها قالت وحيت أمنا عائشة لما قلت قبض لقبض رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم اختلف ويس خلاف صحابتي في دفنه أسد سيب النبي يسو خلافه ورقم حيث خلافه لما قالوا حيث أوحى يسو خلافه النبي يمين وآسنا بسوي المسكدين وصدر الوضع النبي يعني إنه كان ما هي واحد لقيا بين مارتي سبب الله سيطان وسيد عيسو وكله ومارتي وصلب عن بين عيد الكليه وإله يوسي قاري دون بين مسكت دينه مسوي المعصنا واسو خلافه علم الطرح وما هي وحكى له سو خلافه ما هل كان إنه قاسنا مسأوه إبراهيم عليه السلام يشام بن سيطان وسيد يعني موسى يوسف ونقليه وكذا سيشرع ذليهين إلا هو ينسي قال نايب نبوي وشرف الأتي سين هو أصلا إلا سورة قال ميلي النبي قال ميلا هم بقيعين مقيم نوز هو أصلا نبي قال ويليني فقال ذات نوحي لأبو بكر شيخ الصحابة أبو بكر وحي سمعت وحا مقلب لي من رسول الله رسول قال وحا كمغلي صلى الله عليه وسلم شيئا أرن ما نسيته آن الهلمان النبي وحا كمغلي أرن أنا ولقيه المام قال وعليه للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بارني ما قبض الله ألا ما أصن قبض للنبي النبي والروح ما أصن كسب إلا هذو قبض في الموضع بوسكي مكان كي دحدي سؤال النفط كجا قضاء كقبض الذي مكان كاسو يحب وتعليا النبي أن يدفن إلا أسفيه مكان كيس جل الناس ادفنوه النبي أصلا في موضع فراشه حلقه كتشيفي يدمش فراش كيشتيا لحلقه كو أصل له مركما دام النبي إلهي النبي نفتك عن قادة إلا أدو روحك قادة ونفتك غير قادة ماشي بسيب تعلي هاي تيميش هم بان الواسب لما دام النبي بتعلي هل كيف أقول أنت مركا وحقول أنت حجرة أمنا عائشة ألكي بابك النبي على غير قادة كبتي قبل يسير أكاس على قبل يسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس اللي هو عائشة رضي الله تعالى عنهم وصدق سعيد أن أبا بكر قبل ربهم كذي النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعدما مات أنت النبي بنتي كذب أيوبهم كذي وعن واحد يقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل وصوق لي على النبي وصوق لي صلى الله عليه وسلم كركسة بعد وفاته أنت اللي أوصل كذب عمرك بنت النبي كذب وصوق لي فوضع تنوالي أبو بكر فمه أفكي سوء صاري بين عينيه النبي الذي سين له ضحضر سبمية ووضع والي أبو بكر يديه الذي سقع منه وحو صاري
calaa saacidayhi nebiga labadiisa muru. Saacidayn waa labada mur, halkaas allaha yani waxay ka sarreeyaan waa intan jibinkii u dhexaysa garabka marka murquun baan unaqanaa marka labadaasuu gacmihiisa saaray bay tihiin. Markaasaa nebigu wuxuu ka dhunkaday labada indho dhexdoodu nebiga ka dhunkaday sal allahu alayhi wasalam. riwaayadka qaar ama culimada qaar waxay soo gurinayeen waa sida weliba fiican bay leeyihiin wawadaca yadayhi calaa suduqayhi, labadiisa gacmoodna wuxuu saaray nebiga labadiisa qafuur, waayo xagga madaxu ka soo maray dhahaa musal xagga ruwaha ka soo istaagay, marka xagga madaxu ka soo istaagay marka madaxiisu u qabtay labadan qafuur gacmaha ka saaray markaasuu halkaa ka dhunkaday. Waa sida fiican bay leeyihiin caadatan inta badan beydka marka la dhunkanayo lama soo qaabilo markii u horreysa waa dhunkaday, markaasuu xidhi waa nebiya, adaan mar labaad buu dhunkaday waa safiya. Hadalladiisi waxaa ka mid ah Abuubakar riwaayaduna soo gaabiyay sheekhu oo ikhtisaar baa ku jira in markii nebigu usoo galay sallallahu calayhi wasalam waxaa laga shikisnaa nebiga ma dhintay mise ma dhimay, shiki baa ka jiray. Waa inoo iman doontaa cumar oo dadka hortaagan oo la carr waa ninkii dhaha nebiga dhintay kow baan kaga siinaya seefmaste. Marka qaado khilaaf waxaa jira xataa Ummina Caaisha iyo dadkii nebiga gurigiisii joogay, nebiga miyaa la migri daboolay oo xoogoo mamaanka ka tegay mise si mid uuma dhintay oo dhimashadeen dhiman jirnay caadi ahayd. Marka Abuubakar indiisku gurigii nebiga soo galay goodamaarkiisii oo umarada ka qaaday ayuu gartay nebiga u dhintay sallallahu calayhi wasalam. Markaasaa wuxuu ku yidhi yacni wuxuu yidhi laqad dibta xayan wamayitan, wallahi nabi maxamedow geeriya nolol labadaba waad wanaagsanaatay, sharafta iyo haybadu iyo nuurka iyo khayrku waa kaa muuqda hadaan nooladii hadaad labadaas. Marka hadallo dhaadheer buu marka hadalka meesha ku sheegay oo ilaahay lama geeri kuu jamcin maayo mar waa dhimatay. Marka sida cumar uu sheegayay nebiga in la sii qaaday tii mar labaad ruuxii lagu soo celiyo uu soo noolaaday waxaa ka dhalan isu mar labaad dhinto. Marka Abuubakar wuxuu yidhi dadku marun bay dhintaan aduna markii waa dhibatay ilaahay laba geeri kuu jamcin maayay soo noqon maysa buu ka wada. Marka waa kii akhrin jiray aayaddeed innaka mayitun wa innakum mayituun, isagaa marka dadka u yaqiiniyay sida inoo iman doontaba nabiga u dhintaan. Marka hadallada uu sheegayo o dhan waa marka uu kortaagan yahay nebi sallallahu calayhi wasalam meydkiisa. أنس رضي الله تعالى عنه قال علي لما قرتي كان أي أهاتي اليوم مالك الذي كاسو دخل أصوغ لي فيه يوم كايسغا لحديسة رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم المدينة مالك النبي مقالة المدينة صوغ لي مالك يضع أي أضاء وحا إفاي وإفتيمي منها مقالة المدينة حق إذا كل شيء وحك استا إفتيم مقالة المدينة النبي صوغ لي wax kasta oo mugdi ku jiray waa ifay, oo waxaa ifay mabaadidii dadku waxay dad shirki iyo ku dulsoobeen yacni isoo sheegay asalkoodii, qaarkood shubuhaad baa ku jiray, qaarkood cadaawad qabiil baa dhextaalay sida soomaalida oo qalbi saafinimo ma jirin, qaarkood waxay isku haysteen aana jaahiliyo xoogo munaafiqiin baa dhex ordaysay. Maalinku marka nebiga noo yimid wax kasta oo mugdi nagaga jiray diin iyo aqoon iyo mabda iyo wax kasta waa noo hagaagay. falama goortii kaana ay ahaatay alyowmu maalinkii alladii maalinkaasu maata uu dhintay nebigu fiihi maalinka isaga dhexdiisa adlama waxaa madoobaaday minha magaalada madiina xaggeeda waxaa ka madoobaaday kullu shayin wax kasta, nebigu maalinku dhintayna wax alla wixii khayr iyo barakaaha wixii uu kow ka yahay waa la tegayo waa mugdina meesha noqotay. wma nafadna ma aanaan jafin aydiina gacmahanaga ma aanaan ka jafin min turaabi carada, jafid waa sidaas marka qofka la aaso ciida gacmaha qofka soo gaadho layska jafay sidaa dhaha. wuxuu yidhi nebiga caradii qabrigiisa ma aanaan gacmahanaga ka jafin
والحال إن النبي لا في دفنه نبي أسكس عن كسبناه حتى أنكرنا إلا أن أنكرنا قلوبنا قلب يدنا يدو النبي قبل يسي الله قبل تاقينه وعيد الله سكتش فيه أيا ذاتك وحا قريب ليه جزع عرققع هي وحيه أو قعي هي النبي وحيد وحيد كيسي وميشا كبعي مرد النبي ربما مروب يوجي كذو يعني يسو الشيء سانسا ذاتك يقول علي يعني قلف البروح إنكري نفتي سلسلة أي نبي مرد بلت شوينه وحسك بدنه وانا لازم أي نبي صلى الله عليه وسلم محاريس هو دعوة صحابة صلى الله عليه وسلم محاريس هي وروها خير يا بركة وبر وصعان يسلمها خلافات هذه مشاكل شو لسلا حلينج حضية قد يقب سطو لفور وهي حجول نبي سلا فوري تبي مصيبة حضية بعض سلا نبي ذاتك وقت عزيز تبي ويرين تبي حضية دلار كنت شبان سلا نية ونسي تبي حضية بلايا بعض وحي بامرك السود بيحرى لسيح تبي وحي ما كواتب هذا كذب وحي مركي ما دو أروح أسفره وينور ما هذا كفر النقل هو هذا كفر الكتاب في السنة دي النبي مهاجته ما كفر بيلي حقوق بحيد النبي ونقب حيبا إنكرنا أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي وحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ما الاثنين النبي الله صديبة الأم عائشة وأنا سنة علماء أي سواء قصيهين عن جابر محمد هو جعفر كنوا هو جعفر الصادق محمد عن أبيه محمد الباقر والكوري قال ومرسل حديث كان أيوه محمد الباقر ما يعيش وحال إلى هذا محمد ابن علي ابن زين ابن علي ابن زين العابدين زين العابدين هو قرن سموه حسين ابن علي مرحبا وتابعي النبي مسعود عليه السلام صلاة درته ما رفعه التابعيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروية قنان سيد الراجع المرسل وحديثه حاجة ضايق هذا بهذا السند مرسل عنه رضي الله لكن أصل كيس هو السبيل هي وأنا حديث صحيح وصحيح قال وعلي قبض والله قبض رسول الله رسول كان صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ما الاثنين النبي الله قبض فما كثد تنوان نقاد النبي يعني ميت كيسوا ذلك اليوم ما رد يد سنين تربو يا لي هي وليلة ثلاثائها بينك ثلاثة يا ما رد تدي بقدر ودفن وحلا النبي من الليل هبيك هبيك أربعة عام ولكن النبي ما رد قول تي سنين ولي بس علم البدين برقه بنت برقه رواية هذا صومر نبي يا ولني سانس وحنبه بنت مالتا إذا قرم كديدا من هذا الحيلة هذه الله بدر روح على مجمعنا هنا أسأل نبه حيلي برقو بنت مالين سنين هم صلاة بقول لك يعني كهر نبه بنت معصر لكن حيلي الله الصدي إلا الشاعيين قيريدي سيا أبو بكر أهيمت أياه نستنبه نستنبه ضهر كيو كليه يعني كدب بي ايا وقت سدي نو يمن دونتو حل الصلاه في مساجد كن دتك توكيو سو مساجد فدي الصلاه سوي ايا لو يورن وورد تي وانا شو بركه عمر غري النبي عادي سدا درت حل قال الشاعيه جري دبا جري دبا قرح و السماد برتن كده كاين لكن حل هو بنتي حتى علماء قالوا بشو غرين الاتفاق الصلاه تاع مره بدا كجري النبي و بنت حل مرقوس جري دبا كسر قاد مركب النبي وبرقى سنين ويودنت مركب مارنت سنين ترى ولا مواجه للميت كيسو ترى بدي أقول من النبي مواجه لي مركب هبيك أربعة إيشو إليس هبيك سبع برت كيسو النبي ناس سبب النبي أنت ميت كيسو يا من وايا من دوت يعني إيش كمان أقول قال رحمك سفيان وهو ابن عيينة وقال وحي لغيره محمد الباقي ها إذا نحن محيطين وغير كيف ساسو كذا يسمع واحد لمقله هبينك السجى صوت المساح يسمع واحد لمقله صوت المساح بدل لذا عطق ذا لمقله من آخر الليل هبينك قيت سيدم يعني إلا النبي واحد لأسي نصف الليل وحكي كذا مركب عليه هاي محمد الباقر يسوي صدام الشيء لكن ذكر واحد شيء من سبيان بن عيينة هبينك النبي الله عن سيئة بعده إن حتى عبادي الله أرقض ذاتك بريانك أي مقري ضمر الله
oo sababtu maxay ahayd yaani habeenkaas u dirnaan shaqo la'aanta iyo hudduuga naxariista degaysay yani wax shaqada ma jirin wax sida Laylatul Qadr oo kale waa taqaanaa waxaa lagu sifeeyaa tilmaamaysa kamid inay tahay habeen degan oo nabadgelya marka habeenka nabiga la aasay sallallahu calayhi wasallam innagii musiibo inoo ahay dadka dhulka joogay dadka nebiga ruuxdiisa u tagtay iyo ahlu samaa iyo malaa'igtii nebiga waxaa lagu soo sheegay qabrigiisii timid iyo caalamka culuub oo dhan iyagu dee waxa u yihiin khayr baa ku soo kordho nebiga waa tagay samaas sidaa darteed habeenkaasi marka habeen degan joogaan saas u عن سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه وكانت له سالم وحاوس من سحبة يعني سحاب وحاسس على قوضة قال وعيلي أغني وحال الأمير دوري على رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه جردي سي النبي صلى الله عليه وسلم دحل له أيها الأمير دوري ففقدت النبي وامي صلوه فقال وعيلي حضرت الصلاة أحضرت الصلاة وصلاة ميس وحضرت وصلاة العشاء قال وحي له لصحابتي أكتب تمرك النعم فقال وحي النبي عليه الصلاة والسلام مرق وحد أمرة بلالا وفليؤذن هآذان ومر وحد أمرة قال أبا بكر أن يصلي إن يتكي أمر للناس ذاتك أو قال وحي للرؤول بالناس ذاتك إن يتكي آش بلا وحد لهذا الشقاء ذي آذان قفصه وآذان حرمك يوجد جنة ما الشيء ذي إمام ذينا أبو بكر حقه نبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد مركز سالم ثم انت كذب انت حضر كان مركز النبي ايا امي عليه الامير دوري ففقدت النبي وامي سالم مره فقال النبي وحيد صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاه وصلاه بيس وحضرت المتاج انتهي فقال وحيد هذا دمرك النبي انت يا تكتب نعمها فقالت النبي وحيد مروا واحد امرت بلالا بلال فليؤذنها اذاب ومروا امر ابا بكر فليصلي هاتك يا بالناس دثك مره النبي وحيد صلى الله عليه وسلم فقالت ذات الوحيد عائشة 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 أمر حقوق يذا يدي ذن يعني أنا بهاي المدتك تكي يدي ذن أنا ذات الله صوت يدي ذن وحيه وعاية الوحى كبقي إن يدتك باس يستاهل إذا الوحى في ريا النبي وتاجد ماشي سلسة يستاهل وعرى النبي وبنته ساس عمر أن يدتك سلاحات كان ما يقول في هذه اللي حرك النبي حرك النبي سيد النبو هذا أمي لأنه يعني هذه المهم والدك وحنوصاً وحنوزاً لهذه هذه مرة هذه سكوطة يوم مارتي كان بنيدي سي وتليفو كيسا توقعت سلام عمرو تدخل عليهم وركني سوال مرة بوضيك نحن مرة حقوق حكب قيسي إني تزمو عبو بكر إير شريستان وكير كان بنيسي فقالت تنوحة لعائشة عائشة إن أبي أبهي رجل نموي أسيف مربدا وإسكوه إنبضا إذا قام رسولك الله هدو يستاق ذلك المقام بوسع السجاه المحراب هدو يستاق يستاق تكتادو بكى وعوية فلا يستطيع ما أوذي إنه ذلك تكيو ويضرب حسوسا وقالوا حسوسا هو إنبو بالله هدو وعوية محمد أخم كرمه اي فلو امرت هذا امرت رسولك يا الله غيره ابو بكر عيدنا هي لكان احسن تصرف عندنا ساسيتي قال ابن مركه سالم ثم انت كذب هذا امرك يدري اي اوقي عليه النبي هذا الامر يرد دور مر صدحان ففقدت وام يرسل فقال ابن مر امر ابو بكر بلالا فليؤذن هذا ومر واحد امرت ابو بكر فليصلي هاتك يا بالناس ذاتك فان كن اذن مركه علو حيده اذن كذا عائشه كذا قالت جيده روايات قال لك واحد يمد عائشة هنا هذا كان هذا نبتي حفصة وانت آبها ذاتك هاتكية يعني النبي لو حد قلت له هذا دقنا أبو بكر وان مسكين ومرب أو عمر هاتكية وايد وباقيش وانت هذا كيف اسكجب بقى ما هذا لغة ذي كذب النبي بقول فإن كنا إذنكم صواحب أو أمس الصواحبات يوسف يوسف صاحبات كسيلتي من البلد دمر النبي يوسف حل يسيل لتشوبي وحوجة النبي امرأة العزيز زليخة بلنا كم نتشيني فلو أنا أسمى حقا وحقر سليبة تهين سدع وكلاتي وعوشة بهاي قبل اللي نتشيني زليخة وعزيز قبل مركة ويا دمر مركة دمر كي يهدين تراود مطاها عن نفسه
ورسلانتي وينيد بقر بقوي عيل ضيم ويكي يرى يقول يدو كسو بربارك وحكرة ستين أي واحد تلنا دمره نيكا نهدى دارك لها يدين قرر يسيء سدوه يجيه ما إذا نوعي بيسيء أرنتها يضا يكتشو وقسع عيل مركو عيلة قد شغفها حبها والله إسلانتي تعيل بها سازل قد شغفها حبها ويسيد دمريون عيلة إنا لنراها في ضلال مبين سلوكي جدكي سعلا يبقنكي إسلام كبه يدي وخربان بقوار فقاس إنتي كحر أضيو فلما سمع عن مكرهن أرسلت إليهن دمر كيف يتري مرتقات بايدين سميني أكالي وأعتدت لهن متكرا فقاس وآتت كل واحدة منهن سكين إسلام كستنوا عبدي بتمدي وآيت الوحيد فقاس النبي سيدنا واحد الأخرج عليهن صعب عليها صعب فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال يوسف مركا أكيه وأيها وأيها سبح يا عج أنت سيد فيرني قعبه ودي سوى تشتري وحي تشتري بيغر من اسم الدراعية تسوى عليهم الله وحمد صلى الله عليه وسلم قصة مركا محاكو سبحان دمركا ويش الخوش إسلامت وحي قلتني مرتقات بان إذين سنين خوصنا وحي كتر سنة يسي إن نبي يوسف أي أركان قريبه سوء أعدد تسأل قرش يسلديه مرتقات كان يمعوها وعاوي وحفاق وكروس كهان جدد عيد يوسف إن أي أركان قريبه سوء كفت نوان سلديه كفت نوان عائشة ملك النبي وحبوشة بهي صواعبات يوسف وحبوشة نبي كورا حركة ذي شيري سيا أبو بكر وأنين مهم بدل وهيب بدل وجدد ما هي وان فان سنه يا ابا هي مش استغيت دنت هي وان تاسو قاد يوسف marka wuxuu leeyahay sidii dumarkii yusuf arinay u muujinayeen waxna u qarsadeen ayay u kor waxna ii muujinaysa oo sanadan kala qabtay sasuu leeyahay kuma innakum muhayir fa innakum idhum sawaahib yusuf sawaahib wa jam'u saahibatin saahibatin aw sawaahibat wa dil iladana صواحبتي هذا أنصومنا جمعه وجمع الجمع مركا فإن كنا صواحب أو جمع صاحبتنا يا وحنا وصي جمعيا صواحبات مركا جمع جمع ليه قال النبي عليه الصلاة قال بالرسالة فأمر وحلا من بلال فأذن هو آدمي وأمر والله أمر أبو بكر فصلى واتقي بالناس ذلك ثم انتكد إن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وجده حضرا مخيفة فضي اللي أبو بكر صلاة دي قالين ينبي فضي درين كان دي بقى جبت فقال ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظروا ايجا لي أنيك واحد إيه في رسان من عد أتكي وأن عسكد عليه كركيس ما صعب كريه قف عن عسكد وسادت كان كؤاد إيه في ريا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة مساجد جماعة أول موسلة وحن سيدة أيوه حليه ما فضي هذا درين ما تجي في كريه واحد إيه في رسان ضل إنتان قربها خفص المساجد كأي شيء ده مسجد أبوه معروف عليه مزمار كار ضل كي يدو الصلاة العقيمة ومساجد ولن صلاة الوجه ما رح مقاعد أسك شقيمة إلى ليك الموت كن ده صلاة دوا كريم ولا سكت كن كلام موته جاز ورني فجاء ديت روحات بريرة قبل لي لو نمتي بريرة مولات عائشة هي ورجل من آخر أكل waxaa soo heeray gabadh bariiri iyo nin baa soo heeray ninkaasi labada qaar waxa yiraahdeen wuxuu ahaa wuxuu ahaa weydan abbas riwaayad qaar waxa ku yimid abbas iyo ninkan ninka garo waxa ali riwaayad qaar waxa ku yimid abbas iyo fadli oo wiilkiisa marka waxa culimadu waxay ku jabciyeen isma khilaafaya waa nin uu jirna dhowr jeer waxay wada dhici kartaa mar ali abbas ay qaaday مر علي فضي عباس القاضي مر بريدي نين كلام القاضي صورة قو فتك أديت النبي وعوس كذا عليه ما الوضع كركوذا فلما قرت رآه النبي هو أركي أبو بكر أبو بكر مر قارك النبي مساجد كان السوق جريني أيو ذهب وحو أهدي لينكص لينكص ما برق ركاب الرسمي إنه قدر قدر مخضوب أو حوس مين يا وراء محاب بيتي واحد وحنا ضو ماشي محارب كبير له وبدأ مساجد ست كنيل بمراحل ولذا هذا ذلك مساجد كنيل بيتجي أنا ما بتجينا سووردي سو معركي كل وقت تنتي نبرم مسلي هاي محارب كسب إيش بيا له واحد
دي جوابه سدا كانوا كلو خيدان وا ميل اسك عيدان marka abu bakar marka uu sameenaya imaam umar ka dadku wax yar meel iska caado sidoo kale uu iska istaag jiray koor martay marka nabi iyo soo gelinayo ayo abu bakar marka safki ayaa loo bandhigay meesha gelida dadu gadal gadal noqdayso faaw ma wa ishaare nabi ilayhi ay ila abu bakar wuxuu ishaare an yathbuta inhu akado sugnado makana uu goosbis hatta qada illa ukadmi abu bakr salatu marka abu bakar nabi yaa ayu gadaal baa markaas nabi wuxuu ku dhisa sallallahu alayhi wasallam joog meesha la tagay riwaayada kale waxa ku yimid in abu bakar uu gadaal baxay nabiga agtiisa la soo fariisiyay oo marka nabiga abu bakar baa taagan nabiga fadhiga ku tagay muxuu sameeyay abu bakar marka abu bakar marka nabiga salaadisa ku dayinay muballigu noqday sawna saga marka dadka takbiirta u qaadaya laakiin isagii ku daynaya nabiga ku daynaya fadhiga ku tagay isagu istaag ku tagay dadku dhanba marka kan hada riwaayada waxay noo muuqataa in Abu Bakar uu dadkii isagu tukiyay nabiga uu maamuma marka culimadu xil waxa laga yaabaa dhow salaadadu inuu nabi soo galay masaajid marka midna inuu Abu Bakar tukiyay kulli markii horena Abu Bakar nabiga ku daynayay labada qof soo galay xadiiday maray ثم انت كذب ان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم قبض وقبضه وادنت فقال جاءت عمر وعلي والله ما قدرت عمر ما هذا كان اورن اسما اورن له اسغي مغيره مغيره نعم جعل دان خدي او نبي سو بوقد خليغا برقد امانه سنين تين ايا غري عائشه سو غره مركاسي دي نبي كو سو يليو عائشه مركا نبي وحيده هو دنبيسي مركا هو دنبيسي يدو انت عادي اسغو ديبتي علي عبد الرحمن بن قدر عبد الرحمن بن قدر ولاركي او يوبتي او ديبتو نبي سيفي عام او عاديدي او يي غانتي سي سو رقد غانتو او قاديني يا هوس ما علي marka way shii waa istiri miya rabii do soo dhigay garan marka way dhigtay go'yaan marka xogo iyo ficnaan iyo qursanaba ku dhigtay iyo marka walba harsan islaadi dadkiina wax ma sheegi kartid dabaal yar way doon haa way tiin mi jirtay marka nabi dhamaanay ma wax taqaan dhimashay dad dhamaanay toona ila dadka hatta kuna dad misaaj fadhiya dhalinyarada qaar badan ma garan karin qofka ku dhintay qofka marka uu internet oday ama dhaqtar karan kan way la dadka way xabsanayaan saacad ba laga yaabaa in ku wareysto dhowr ninkan uu dhinta xaal la mise uu suubsay ma garanayo marka Aisha nabi uu iska dabooshay baqis way haday tir nabi ga dhin soo dhimanina waa xaw wa iskaan haday tir nabi gi waa fiican iyo waa nool yahay isagoo dhintay qarisan marka Umar iyo waxa ku tiri wallahi garan maayo fiiriyo marka Umar saas u fiiriyo wuxuu Allahna uu miir dabooleen leekeen ninkii la soo raagtay markii soo dhacay wuxuu ku yiri wala Umar ibn Abi Yusuf miir dabooleen waa dhintay marka uu bii wallahi inaad meenaalo munaafiqatayn uu soo dhaban nool yahay Umar markuu way soo tageen markuu Umar soo tageen ee xogoo dadkii isla buuqeen nimankii marka munaafiqiinta la si fiican u farxay oo nabiga dhimashadiisa ku farxay taas waxay dabceen saxaabada ee fidna ka dhaxkiciyaan say wax dhaxkici kara dhowr arrimood kow waxa ma dhaxkici karaan oo dadkii ducafta iimaanka waxa ku dhahayaan mar hadduu dhintay nabiga barakada lahaa waxaan qaxootiga ilaa yimid muhaajiriinta miyadna waa daacin waxay kale uga soo gelayaan khilaafada inaga iska leh maxamed uu dhintay sooma sallallahu alayhi wasallam waxaana xukunka la wareegno intaysan Abu Bakar iyo Suuman ragad marka fitna kicin lahaa waliba aan laga soo waaqsadeen oo dhabarka jibilay muslimiin Umar markuu maqlay niman la nabi aad intaa farxad uga dareemay la soo baxay wuxuu dhageystaa nabi sidii nabi Muuse calayhi salaam afarta nabi uu rabbiga uga maqnaa bani Israa'iil kadibna isagu caafimaad qaban Tawraad la soo noqday ayuu isagana rabbigii aadeen mana dhimanin wuu soo noqonayaa markuu yimaado waliba nimankii munaafiqiinta ee faafiyay oo dhintay buu dili doonaa murtadiintu lahayn doonaa marka arwaa ninkii dhaawu dhintay ninkii dhaawu dhintay wuxuu kurka ka jiray oo suu dhacay marka waa la cabsaday nimankii munaafiqiinta ee Umar ma hadal soo ka dhabeen jiray way yaqaaneen marka shibay leh fursad uu diiday marka fursad ay fitna ku abuuraan oo heba u tag oo ay heba u tag guri heba u tag wuxuu yoolan buu ka istaageen waayo nin baaba seef la wareeg wara ninkii Madiina la ii sheegay oo nabi aad idoon dilay
هناك إله مدن وكل إسلام إيمانك إذا عرض سعود تلوم عايش الشيء. فقال تنبيه عمر عمر والله ما قدرت إلا أسمع مقدم ما أحد أنقف أو يذكر شيء وفيس أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا قبضه إلا هذا المغلوب ضربت وان قراعي بسيفي سيف تيدان قراعي هذا يتم هذه فعلي. قال وحي مكة وكان الناس ضدكم صالب ورني وكان الناس ضدكم وعي أهين أميين كوا وحب قرنين إنه أميين ولقوا النبي الدنتين عن عرب قضي النبي الدنتين أمسوا تشوين وي وحي مكة أصل أري الأم وحلو سعر من لا يكتب ولا يقرأ. فقال المصطلحات كانت تقول لي النبي الشافعي امي هذا كتب تفقه القاعده مركز هذه خاصه باب الامامه ومن لا يحسن حرفا من الفاتحين وقف حرفا حركه من قصده اي امي قال حركه من امي وحا لو جيدا يعني ضد انا هوري ارك نبي المشي سي مركز الى ان اراد كوري النبي هي بانتي ويلي سيده لسبيل مؤمن كلام هذا هو رئيس النبي دنتي واسول حياة مركب حلو كان الناس ضدكوا حياة أميين كوا أميين لم يكن ما أصنعين فيه بيقى بحدة النبي وح نبي قبل النبي ورتي فأمسك ديتنا وكتشوك سيدا عن الناس ضدك حبار دنتي وحبار كان النور بالشجي لمن فقالوا حيلا يا سالم سالم اطلق برتك إلى صاحب رسول الله رسولك اللي ساحبك بروتك وفدعوا إياه عمر وانا وريريه ضد بندين بلتاقيه قشكر ما هي والله ورد أبو بكر وتركتهم تركت علي حلو هذا ده مرك أبو بكر كل وقت بين شيء صحابه سوى بدأ وين أنت ضبطا أعلم صحابها صاحب رسول الله وها نبي أبو بكر صنع مرك هذا الكيس وأبو بكر صنعه مريد كن نبي صلى الله عليه وسلم مرك عمر يا قصة رجعي عمر هو أرجع حي وكان سيفت لو رجعي له والله ما حال لك النقاش نبي آس كي سي إيو ما حاصل إنه ما بروح ولا كرود أنت من الدليل يعني ما حال مرة أبو بكر وعيه أبو بكر بحلين كذا ساسا بعيد مرة فأتيت وانه من أبو بكر وهو يسوق في المسجد مساجد كبوشي مساجد كنحزة كبوشي مساجد كان عوالد المدينة تولوا يبلوا هم بيبيت شفتهم يكون قاسم على بعض أو غير كي يسوق دكانه أي نبي تقولنا أي نبي إذا مجلس أيو هذه مساجد كي تولد هاي وفديه وقتها وصورة كم أو كويري ورمسيب هذا على النكيل إنه أنتو صام الله يكي بتولدي ومساجد كسكفر الصبح اللي جاوا السوق هي صلاة بدت بتكي لا زرت سهل مو بيها نبوا عن سيد وأنتو صلاة الظهر صافر يستوي وسلة إقامة السوق هي وصورة كم بدين لو صنبوك هم بوركه مركع وصور قلب وحين مركع فأتيت وحنو إذا أبو بكر وهو سوى في المسجد المساجد كان يحدث خصوصا فأتيت وحنو إبن أبكي أن يقول يبلي دهشا وراء الأول وقال قرب عليه أبكي أن يقول دهشا وهذا الغصر يعني حالا أنا هاي دهشا بدو ويرسل أنا هو ويرسل أوي أنا أبو بكر أصوى قريب فلما قلت رآني هو أركب لي أبو بكر قال وعي لي أنا أقول ويلي وأسكى قرتي أقوم بضمي الله قبضه ذي رسول الله رسول قال صلى الله عليه وسلم ورمى النبي لا تنتهي بقول سأشى سمدي قلت وعائلي نبي لقد درنا إن عمر يعني إلى نبي ورد صلى الله عليه وسلم السجي مرة تقول انتي أستان كيسي تجهيز كيسيبة والله سبحانه ننظر وحا وماشا تعالى مصيبة كدرنا صحابة دي وويني يوضياشي دي أنصار يضدك حضرها عمر بمجده وليك عمر المتهجية أرواني كده نبي قرد مرة نبي قد يمشي في العبور اللي يسالي عمر صلوته يوم دي وحوك المشكلة لكن عمر مصلحوها يك مصلحوها ظاهر لكن مركز الفيريو يو حوك المشكلة نبي قال لك أسكر ويقفوا على أسكر وميت يسي لولا قاعد كرا تجهيزين تزي مركز اللي شكوا الفصيل وبنتي حدين المشي التاجية نيل العرو أنك لو بنت محل سامي كرا وضطين والله هذا كذا قبائل ولا يقان هذا معجز. مرك صالح وحوري إن عمر عمر يقول وحوري لا أسمع مقل ما يمانت أحد أنقف كاسو يذكر الشيء أن رسول الله رسول كلا صلى الله عليه وسلم قبض إلا قبض إلا هذا مقل ضربت وأن قرعي بسيفي سيفت إذن هذاك. فقال وحوري مرك أبو بكر لي أنا كل يقولي إن طال اسكت مرك أرد ما كذا إيمان يعني. فقالت وأن تقول معه ولا تركيزه على واحد على ورسه
فجاء وايد ابو بكر والحال الناس ضدك قد دخلوا اي قرين على رسول الله رسول كان صلى الله عليه وسلم وصغر وضمات عائشه اي اللي سوسو يريد ماشي النبي يعني فقالت تروح الى ابو بكر يا ايها الناس هيدوا افرجوا فيده او بني لي اني اي فيده وربلك اي بني ان غير فيري النبي فافرجوا ديت نوافيدين له النبي فجاء وايد ابو بكر حتى اكب الا قلب اسمي عليه النبي كركيزه وكجنبومي هو مسه وطارت يعني كذا تقول فرصة يقول لهم كذا فقال ديت الوحيد إنك هذا النبي محمد ميت من ضمن باطه واضمة وإنهم يغنى كوان كاذا بي أنا كان كجل ميتون أقول من يغنى ثم قال مرك أبو بكر السدائي وصوبح ظنان كسو يستاقي منافقين تي مرك السوقي يعني إلا دون نبي بعد انتيو تطقو مرك أي برور لك الشبان وفدنا إلى حقليان أبو بكر مرك إله مضى وقفتين وحيدي وسو استاغي عمر ومرك سيفتي لو ريغي او غري النبي كا غري سنه لا عرف انك دها اي وحبي ولي عمر فريزو صحابه لا سب صوب كسب ما فريسني وفريزو كو يلو ناس ما فريسني وادي او بكر مرك ميش تاغنا مسرد حقيقه ميرك مستاغي كسو فعند الله واثنى عليه استفتح بالله تصي مرك عمر اكتنا روما سيتين ابو بكر بيادين مركز ابو بكر وحي لي هذا لا عجيب ما أنا أقوله لو حيلي يورس من الموادين تيم عندي نطين يسوق مهر النبي ذي كور الموادين تيم وحيلي آية القرآن ما كأخي هذا العجيب وحيلي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت حينك النبي محمد دين جنوسه قريه سجن عابد الله بيوم ابتدى سعيس إلهي هين النبي أيضا نبي وارد تي واسك تيكرتا نكي إمس أو إسلامي دين كانوا دفاعي النبي هو قرب تعلم إن إله هو ولا وادو إله عابدنا إله هو أمير نور ولي ما ندين تو ساجوكي الله أيضا وخيره ما حيلي ولا محمد إلا رسول قد خلق مكع والله يا بدك ني تشكي يا وريك واكسو كفسدين والله انتي وي الهي بان انو عابديني نبينا وا ديبان كرا مرخاسا ددكي بور اسكا تشفين موافقين مرك وايبا كبري صوتوا مركي ورنا عمر با هورتاغنا مركي دمن ابو بكر يبي ددكي وا تشكيليه وا ترغيبيه ددكي كوي ما باهو نيدودي يا ددنيمادودي وا سو نوقتي وا عاوي ايمان كودي هلكيس كو سو نوقتي فور ذا فورت نوقتي منافقين دي مركه نبان ما عندي كلام ولا لين فتنه مدح جرين كلام واحد انت تقول لي تمام مشكله النبي دي كل رساله ما تي الى ان نغ عاودين حجتنا ما هي وقال النبي بوي بالبادي مركه ما تخلي وحين مركه ابو بكر مركه ثم قال وحيد يا صاحب رسول الله رسولك الا صاحبك سيو اقول اذا ما لقي بدا رسول الله رسولك لما انت قال حين نعم فعلم ديت الوحي يقين سدين أنه أمر يشاني قد صدق أبو بكر نور الشهي اللي صديق وبين شيتي قالوا حدي يا صاحب رسول الله رسولك قال سعيد في سيو أي صلى ميا لمتك على رسول الله رسولك قال كل بيس إلا أن أصل صلاة الجنازة وحلو تشدي قف كان ميت كدين تين إلى الله وإركي من الصحابة عليه ومرك من النبي محمد إنك إله وإركيني سجى بالله نبراي أعلمنا بالله وأتقان سوى مركا مين متكن الناس يعني سيد بفك الدين طيب أنا صار مساس كوه صعب قالوا حين نعم ولا متكن قالوا حين وكيف سيد ما كان متكن سيد اللي انتين صلاة نو صوكة فنين ولي إن مكاس قف نير هم بدي ما منون وقل مسا حالا سمي قالوا حين أبو بكر مرك يدخل واحد سوق ليقوم قرو فيكبرون ذات التكبير سنة ويصلون ويتكن يا ويدعون ودعين النبي ثم إن ذاك يخرجون قوة ويبحر ثم هذا يدخل واحد سوق ليقوم قرو كله فيكبرون يوم ويتكبر سنة هذه ويصلون ويتكن ويدعون ودعين النبي ثم يخرجون حتى يدخل الناس إلا ذاتك ونسى لا يكسر كلام سوس أبو بكر أبو بكر ورقة أبو بكر ويسوي دين علماء إن نبي سيد اللي يتكن كيف يدا من وين وإلى ذين أبو بكر وحو قرانا يدين لي لهذا النبي سيدة إن عادي إنه متكن صفوف إنتين وشكال إنه وحو خلاف قد أرانها يا إمام مخون وهي خليف بيتش الحلب إنه نبي هنا وارد بطي أبو بكر نصر الله فرط أبو نبي قوها حرومة انت بضل قفك مراحلها قفك تجهيز كيسية ميت كيسامها مراحل أي حكم كالأولي يمرك بنتهم
قالوا حديث يا رسول يا صاحب رسول الله أيد فن ملاس يا رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم نبي مين ملاس أنا مركو عيد مين قلنا لنا سوي مسكت دينايو ملاي بابي من صلاة الله سيقاد هي يعني قالوا حديث قالوا حديث أبو بكر نعم وين ملاس قالوا حديث أين حجيب الواس قالوا حديث أبو بكر في المكان يبوس كده حديث الواس الذي مكان كذا وقبض الله الله وقبض فيه مكان كده حديث الروح مش إلهي روحي سوف قبض الله الله عصيا فإن الله ألا لم يقبض موسى قبضان روحه نبي روحي إلا عدو قبضه في مكان المكان يبوس لحلي بكو قبضه طيب هو ونكسن وإله رب موسي قري فعلم ديت الوحي يقين سدين هذا أن قد صدق أي أن شاني قد صدق أبو بكر مرون شيء ثم إنت كذب أمره أبو بكر وعو أمره أن يغسله النبي إن إدقان بنو أبيه أبوه يعني يسو شيء فرع كيس يعني عبد المطلب وحي وقضي إني توليان أقدس يوحي الذي عاوليا فرق النبي صلى الله عليه وسلم وحاقتي نعالي إيسو الشيخي صدى روس إنه كالقباني يوانتي على هاي علي شكران شكران إلا ورينتي للنبي سيدنا موليه ساها صلى الله عليه وسلم يو أسامة يو فضل بن عباس دلتها سالة وربنا عبد المطلب iyo yaani soo sheegay iyaga mawaalida doomadooda oo ku kalmeeyay biisha shaytaanka waxaas nabiga marka marihiisa lagu dhaqay sida amwaada caadiga hadda looga siiyo dadka looga masiibin isaga markii waxa isku khilaafay nabiga maxay masuulna markii uu dhaqayno ma sideenii ba dharka ay laga siibiyo intii mar la iskaga astura hoos laga dhaqay misadadiisa ku dhaqna tii marka uu baxay garan waayay markaas kulligood ilaahay wuxuu dalada kaga tooray sidii uu mabadiri lulmo ilaa nin walba uu waxa weey lafgareed uu xawad ku dhufto oo wada lulmodeen markaas meeshi nigu u yaalay qolku yaalay gadaashiisa marka midba waxa ka dhawaaq ilaahay soo diray oo faatif faatif rasuulu nabiga mariis u dhaqa ka siinina dharkiisa markay wada baraarugeen baa xalina waa uu kala baxay taana baba aragtaan waa ilhaan sidii bay marka ay nabiga u dhaqan sidii aas markii nabiga dhaqay iyadoo la aasin marka oo nabiga aaskiisi aan loo dhaqaaqin ayaa waxa la isweydiiyey warnimaga aan saare daawayn aan saar marka waa joogeen nin baa marka cumar iyo cafwan iyo abubakar iyo meel fadhiya wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi wariyada wuxuu yidhi war warnimankii aan saareed ka gaadhay waa maxay wuxuu yidhi ansaar way tashanaysaa waxay ka tashanayaan ninkii uu noqon lahaa muslimiinta madaxweyne cumar baa marka xanaaqo wuxuu yidhi keena abubakar أبو بكر ساعي يقول من يسيس على أبو عبيدة كوري أبو عبيدة المجرح أنا كين بقوله أبو بكر بسيء جيدي وحيث تقول مركا نمكي أنصار وتي ميريتو فديان سعد بن عبادة جعل الوها وحرمسان إساقر إنت يسوق هذا ميل لورين تيري سقيفة بني ساعدة أي كشرين وحق بالبرب ميشا فديان أي تشغي يعني مركاسا sheekadan amarka bilaabatay amarka kasi kala qabsanay wajtamaa waxa soo ururay muhaajiriin dadkii muhaajiriinta waa meesha diin sheegay iyo tashawurun iyagoo ka tashanay maxay ka tashanayaan waxay ka tashanayaan yaani khilaafada muslimiinta yaa arintooda qabay waa in nabiga ibn al-aasi kamiyada mad madax lahayni oo dad baaday sidii ku sii jiraan waa isku diri oo way kara fiigayaan oo way qaar in badan xilliga ayada qaar baa ridoobay marka waxaan leeyahay islaam isku haysa ushiisa way suudiyeen marka faqaan waxa jira marka in dalagna keen binaa inagina keen Abu Bakar ilaahay xwaanina walaaladin xaqooda aad kuwa soomaali ansaari kamid nudkhiluhum iyagana way nu gali macna inaga la jirkeena fi hada amri talada niyada wax ka sii iyagana u bandhigno wariya ay noo tarinayna keen amar baan isla yahay markii meeshii la tagay ayaa marka hadalku ma dhacay faqalatin ansaar waxay ilaahdeen ninkii hadalkeedu wuxuu aanin oran jiray xubaab bin mundir wuxuu yidhi minna annaga waxaan xaggayaga ka ahadoo naga mid ah amiirun mid taliya wa minkum idinkana waxa ka mid ah amiir wuxuu yidhi idinkuna nin amiir aad leedihin oo nin amiir maashu waa same talada wuu wadaa ama
cumar markuu saas u fiiriyo wuxuu ku yiri maxaa tiri annagana amiir idinkuna amiir marka abuubakar baad wuxuu yidhi dhegeysta ansaari wuxuu yidhi carab u hogaansan mayso oo yeeli mayso oo taladeeda qaadan mayso ilaa nebiga dadku ka dhashay maaha oo quraysh waayo xagga nasab iyo abtirka haddii la dhahana waa carab dadka ugu nasab fiican haddii la dhaho xagga dhaxalka iyo nebigii xilkii uu ka tegay ee qabanna dee asal cufi waxa weeye carabeed dadkiisa iyo qabiilkiisa inay qabtaan dad shisheeye ka oo ciidamadiisa iyo gargaarayaashiisu ka mid ah afgembi weye midaas marka dayagu ujeedada madaxtiran maaha waa inay diintan socoto dadkan dhaqankooda waxaanaynanagu keena abubakar sansuy maxaa rabaa laga abubakar waxaa rabaa wixii ku saabsan khilaafo inaad u daysaan quraysh cumar iyo abu cubayda la socday mid doorto idinkuna talada wax ku leedihiin xubaab nimadi wuxuu wallahi na ka yeelin sheekadaas ka yeelin marka cumar baa marka xaaqayo wuxuu yidhi hadalkan soo socday marka faqaalat alansaar wuxuu yidhi faqaala cumar wuxuu yidhi ibnu khataab man markii abubakar isla simeen ayuu cumar hadalkan ku yidhi man kuma ayaa lagu isagay u sugnaatay buu yidhi midlu haadihi halaaati saddexdan arrimood oo kale yaaba halkan fadhiya balaa istaago ninka saddexdan arrimood leh isagaa khaliif ka dhiganaha isu sheego aaniya ثnayn id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana man humaa ku yiho labadaas waa kumee waayo saddex fadli buu sheegay marka aaniya ثnayn labadan midkood waa kee buu sheegay waa abubakar ilaahay yacani labadan uu sheegay qur-aan ku sheegay waa midkood mid nebig waa isku waafasan midka kale iyo abubakar waa waa qadiyada labaadee ninkan suxbada loo sugay ee la yidhi id yaquulu lisaaxibi waayo idinkaamay waa abubakar waa mid saddexaade cidda uu ilaahay yidhi ina allaha macna nebigu ku yidhi ee maciyada ilaahay loo sugay inuu ilaahay la jirkiisa yahay nebiga garanayka kale waayo waa abubakar cumar wuxuu yidhi saddexdaa ma qirteen qaala deeta cumar wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi marka uma intaa kadib ayuu basata hadalka waxaa watay ninkii la odhan jiray saalim sheekada haddaysan iga xumaana qaala wuxuu yihi saalim uma intaa kadib ayuu basata fidiyey cumar yadahu gacantiisa oo fabaayacahu wuxuu la baycooday abubakrin abubakaroo markaa iska taagan buu yihi fidi gacantaadoo ke dhow gacantu gacantu geliy abu cubaydana abubakar buu gacanta geliyey marka rag badan waxaa jiray ansaara oo meesha fadhiyo taageersanaa in abubakar laga dhigo oo aad uga xanaaqsanaa dhaqankan xubaab uu samaynayo waayo haddii laga tagay qabyaaladan ku saabsan ansaari iyo muhaajiriin iyo sheekadan abubakar kulli way ka wada dambeeyeen waxay u arkeen ninna inuusan abubakar oo nool nebiga gadaashuusan madax noqon karin marka xoogahu odaygana seer adkaynaya isaga laftiisa nin fiican buu ahaa dadku isku mid maaha markii uu musiibo nacdo dadna waa sugnaadaan dadna waa caawiya umaha ka khaldama marka uma basada yadu fa baayacu wa baayacahu naasu dadkiina markaasay abubakar la baycooday baycatan baycu iyo ballan xasanatan wanaagsan jamiilatan oo qurux badan abubakar markan masaajidku yimid masaajidku markuu haddana intii meelaha ka dhaweeyay muhaajiriinteed baa la baycootay marka dhowr nin buu waayey oo dadkii nebigu u dhadhawaa cali iyo zubayr iyo iyaguna mar dambe yimaadeen mar dambe yimaadeen markaas wuxuu abubakar ku yiri war xaggee jirteen markii dadkii bee cali kalayeen idinku xaggeed cali waa ku maqnaadeen markaasaa cali wuxuu yihi marka laa tatriiba caliya yaa khaliifata rasuul haba anahan ma jirta bu waa culimada qaar waxay yidhahdaan shiicada iyo kumashayaadiinta waxay dhahaan talada cali baa iska lahaayo waa la muuqsaday waa la boobay markuu arkay dadkii isku aadayba iska cabsadeenu kadibna wuu yimid oo wuxuu yidhi meeshii laynagu laynine haddayna reer bin cabdilmudalib aynu dadka dhinac ka raacna ruuxa biiri munaafiqiinta beentood cali waxay dhahaan culimada hadalka wanaagsan waxay sheegaan wuxuu uga maqnaa beecada hore ee ansaari muhaajiriin dhex martay haddii abubakar iyo cumar xilligooda uu joogi lahaa amu ka hore ka baqay iyo isleeyihi siday moodsiinayaan in isaga lala baycoodo oo la dhaho hadday sheekadu tahay marka quraysh iyo nasab baa la fiirini dee cali baa nebiga ugu dhowday cali ha laga dhigi khalif marka waaba ka gambistaas waayo wuxuu garanayay
meel joogan cumar iyo abubakar musan xaq khilaafo leyn cali niyada mucani mar huwa abubakar meel joog marku khaliifka noqoto waayo cali marka abubakar nebiga magaalada maka ku garab dhintay garab socday lihi jiroonay nin yaro wuxuu ahaa xataa aan dardaaxo aysan u duurin quraysh maska dhalinyaraa dhalinyaro niya abubakar masuudan sideed jir baa marku nebiga rumeynay inuu odayo nebiga la socda antigiisa ku bixiyey gabadhiisii siiyey garab istaagay lahi jirooday dhiiggiisii hantidiisii ku bixiyey marka iska daay masar iska daay xitaa mantiq caadilka haddii laga hadlo nin odayo hadda waxaa weeye saddex iyo labaatan sano wadaad la socday innaga curfeen haddaynu fiirino iyo nin dhalinyaro shiikha kaa dhow oo aad imaadeyna yihiin qof bini aadan oo oran lahaa wiilkii yara laga dhigi ma jiro nool buu waxaa la dhihi lahaa waa sheekha ilba yaa joogee isagaa sheekha weligii la socday isagaa muriidi waa saas bini aadankaas yaqaana marka shiicadu waa dad moogta ilaahay uu la doonay baadi yaa qadaadkii ka fikiraa maskaxda kama shaqaysiiya markaas waxay ku leeyihiin cali baa ka mudnaa haa cali baa la dhacay wayna ka sii daran waxay dhihiin waxyiguba cali iskaa marka horeba khalad nebiga risaalada loo soo diray jibriil baa ahayn arrinta khalday oo waxyiga cali lagu waday ayuu maxamed ku khalday dhihin waayo malaku jibriil bay haystaan la socda jibriil bay haystaan waa dadi gaari ku dhacday markaasa dadkaasi dhalinyaradeena qaar baa la xamaalsadaysan waxay leeyihiin waxaa weye xasan nasrallah baa isna yidhi xisbullaahi baa ka yidhi heer baa ka yidhi heblaakan ka dhacay xaggana loo booday kuwaasi islaamna wanaag uguma maqna diin islaamna wanaag uguma maqna cidda ugu horeysa ee hadday tabar yeeshaan ee cagta marinayaan israa'iil ma aha waa dowladaha sunniga tusaale baan isiinaya dalkan hadda suuriya culimadiisi yaa leeyahay welida dunida iclaanka reer galbeedka khabiidka ah markaa runta idiin sheega wa ma muujiyo jaraa'imta shiicada ay gaartay ay sameeyaan wuxuu tooshka ku shidaa jaraa'imta ay geystaan dhalinyarada yaryar ee mabaadida khaldan u baasan ee sunniga sina hadda dhalinyarada yaryar ee soomaaliya iyo nigeria iyo syria waxaa weeye mabda khaldan ku socdoon anigu aaminsannahay inay wax ka khaldan yihiin oo dhiiganay daadinayaan xaaraayay oo dadkan ay leenayaan ay dulmi tahay oo waxaanay sheeganaya wax badan ay been iyo turahaa tahay jaraa'imtooda waxaa ku shidan toosh ka bilowda geeska africa ilaa ku jooga waxaa weeye badda ish yaa iisoo sheegay strain shiicadu waxay lahaayeen kumanaan kun oo caalim oo nin walba uu ummad ku filan yahay oo culimadii suuriya waale gabdhihii sunnada waa la qufsaday waa la banaystay furuurtoodii shacabkii sunnigaha waa la qixiyey oo waa la laayay ciraaq sidoo kale lugta iyadana mariyeen maraykan baana cagta u qabtay saddaan markii la riday ee lagu joogjoogsaday ee waxaa weeye 1 million la qixiyey meeshoos ka bannaan oo shacab masaakiin uu joogo ayay soo galay shiicada yeman hadda haddaad darto markii cagta la mariyey xuusiyiintii iyo waxaa weeye iyagaa soo gala u qabsaday wax ku taageeray hukasini waa iyaga duqaydan hadda ay ku wadaan shirkadan isoo sheegay sacuudiga shidaalka iyo gantaaladan halkaa gaadhiya loo yaqaano aa isoo sheegay baalistiga khatarta in dunida dowlado yar ay haystaan waxaa ku dacmiyey waa iiraan iiraan waxaa ku dacmiyey waa reer galbeed idinku marka waxaad moodaysaa sheekhu hadda kor wuxuu qoray taqriidaha la yahay wuxuu yidhi israa'iil iyo wuxuu yidhi iiraan wuxuu yidhi waxay isku hanjabayaan buu yidhi weysada tusaale usoo qaatay inay yacni waxay isku qabteen buu yidhi inta aan weysaysanayn isu beytiri iiraan israa'iil waa in baabiinayaan marka wuxuu yidhi 40 sanana wuxuu yidhi weysan daarsanayaan buu yidhi 40 kalena waa luqluqanayaan 50 sanana wuxuu yidhi mar wejigay dhaqayaan yacni isuma soo socdaan been isuma socdaan been wax marka loo heshiiska loo yahay gaar iyagiyo gaalada ee la baabi'inayaana idin sheegaya waa ninka aaminsan maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo khilaafo islaam baa jirta iyo waxbaa la soo celin iyo kitaabka meesha yaallaa saxsan iyo xadiiskan baa waxaa ma aaminsan shiicada shacabu kitaabka waxbaa ka khaldan
حديث كان النبي يقول بضم باقي صحابة النبي ما خلا جرب أفر نين وريب ليها شنطة وقاعد دمر كي النبي عاوي مثل ما بيرب كتورة دين تي وطعم دين تي مركي هذوك ما أنت بيهلي نيروي إنه مو كينو أول ما قام وعمر ما قام وعثمان ما قام وصحابة كانوا قالوا ودمر كي النبي وعايش ما حنا يصلي وحديث كان الله تو البخاري تو ومسلم تو وابو داود تو ومحام حديني أمرك عني حديني مثلا أنا وبكر على العنو سوبي ذا لكن ما عنده سوبي شيء ميديا وين يرى كوي وراجل سنيت شو كنا نقوله مع البيتا ورني اللعنة الله على فلان وأمه زاني سوبي ذا يا وعمر عمر بن الخطاب اللي ينسجي وهو يدي بالله لعنة الله عمر وأنا كم مساجد قاعد ما نسويتي كفر دان دني بدي سيء وهو فكرت له الدين قلي إن أنا مسلم هو مركا أي لا تغيري يدمودي سنة قالك ورشيدا إتي في هذا يلي ذيك عيسي وهو عن المنافقين تعبوا ما ضرهم وقاروا قاروا على المسلمين لكن عامدوا رافضوا ذا قال ضياي علوم روح الله جي يعني سووا حبذ لقيم بدان ما تكفيري لكن هو العلماء الطوبا هو مبدأ كرة عيس صومالي ذا هو قال المرتدين مسلمين ما هو مرة ويهنها من سد أمنا عائشة وقرآن بري طعنيني وهو لي بحماني بن عشق الشيبية وصحابة النبي ولم تكفيرني وقرآن كان دوري ورحبا خلطا قرآن كان نها ورحبا خلطا مسلم ما هو قرآن بس مركب الانير والروب هنا شيعه يا الذين كذبوا وضمن السنية أي لم يكن عن حنا يستان إسقاط وفصلنا الإسلام وحوهين لكن سيد الله كله سنة إلى رجله هي دين النبي على حال كبدة إسقاط وفصلنا ما بملايين المرات قاسك فيها بملايين المرات حتى الله وين مولاك ودين هذا قرطبة والنبي أي كله مسلم وأبو بكر كله مسلم وحديثك دابعي وعلم ولكن حقوق انحراف كل عي انحراف رجال بذي يرتشي تين الله ما قشل إيه الدين تقول الدولة هو صحابة هذه أقدر إن أميت كنا نقدر أميت كنا نقعد نفلي عن وافير إلا قشة يي يلا ذي كجدين كل قشة شخص من تين على رحمة الله وحي لا نسويه لي من تاريخ المسلم كان نبي كسب له كذا شيء مال غير رافض إسلام هو جرجر تلبسه ولد وحي كبا كبا ويه على المسلم كان تطارق اللي منك بغداد قليل يلي هاي سام متغنى لبن مليون من كبار المسلمين لنا لبن مليون حضارة المسلمين قلنا نبوك على الاسم بغداد إيجا نبوك على الوطن لولا قدس عليه رحمة الله مسلمين تولوك يبوك نقل هاي نبوك يمكامله هرور دي مسلمين تصيرتوا السيني مريدين توا عصابك شليني رافضة يا هاي رافضة هاي كسو عنو بي مساجدنا مساجد سنوي مركنا كي شيعة تاكسنا كأو مساجد شيعة اسكيتو كده من بعد ما عندنا مشان كده واقع يوقعه سعودي بقى كله كل مساجد مساجد سنوي نكيد دوري ما هو مساجد كده واقع ما هو كده قاله مساجد رام في ذا إلى ده حتى تذكر مشان بريد درس رئيس أنا يعني ده الله أنت المغلي ضمت وضع على السنة على السنة النبي صحابة سأل يسأل أنا سمعت رضي الله تعالى عنه قال وحيلي درس ينادينا خلنا يو جيرد النبي واحد كلامه مسلم حقيقة مسألة هذا ذكر هذا وأي النبي جيرد سوى مسألة مصلى مصلى صلى فتنة من قوم يسلا هذا لكن فتنة الواقع تاجر لقاه الله تزعم ربنا كم من درس صلى أنا سمعت رضي الله تعالى عنه قال وحيلي لما قرت وجد أودر من رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت جيرد كربضي مركو ضريبي ما وحي وجده ضريبي أيه قالت وحيت لفاطمة رضي الله تعالى عنها وكربا الله كربضي دي بيتر ومعي أبيه المدام كربيسية هاي وحيت الكربضة أبيه وطيدة من قحيلة الله كربضي إساس وحيدة فقال النبي ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب وحكربا على أبيك أبها كركي سماها نفاطمة بعد اليوم ما أنت كذب وهي وقت غيره وحب هذه ميل أو صنرفاء دي يجب يسرع منك الشديد إنه أمر يشاني قد حضر وحصو حاضر من أبيك أبا وحصو حاضر ما شيء ليس آنحي بتارك المدكة من الشيء قائسة أحدا قفنا
aabaha waxaan ku soo xadiray yiri mid aan cidna ka tegin oo geeridii muudka wuxuu ku yidhi marka nebigu almuwaafaatu kulanku yowma alqiyaamati ilaa yowma alqiyaamati waa inuu maalinta qiyaamo ku ifaadan kala tagna hadday baabu maa jaa cinda baabu gultayn fii miiraati rasuuli illahi rasuuli gaalay sala allahu calayi wasalam dhaxaalkiisa ku yid maxaa laga dhaxlay nebigu an camr ibn alxaarits akhii juwayriyata radia allahu tacaala canhuma juwayriya zawjati nabiyi sala allahu calayi wasalam min ummahaati lmuminiin له وحو سناد عمر صحبة وولاك صحاب نوها قال ابو عبيد ما ترك بتي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه بك سما عليه وحك لك نتي اي وبغلته اي بغش سي عدي اي وارضا دول وجعلها نبيك يري صدقه مسلمين توي وكدحيسا وصدق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عبد جاءت وحت فاطمه الى فاطمه اي وحت الى ابي بكر فقالت تنوعي man kuma ayaa yaridku ku dhaxlay abubakar horta adiga baliishi yaa ku dhaxlay faqaal wuxuu yidhi abubakar ahlii xaasaskaygii iyo waa waladii ilmahayga yaa ku dhaxlay subaan dhinaca dumarkaygii ilmahayga dhaxlay faqaala deetan waxay tidhi canhu faadimo maa maxay baalii aniga in sugnaadayo laa arifu aanan u dhaxlaynin abi waayo baa marka aniga dhaxalka aabahay igu diidan tahayo adiga hortaagan tahay igu soo wareeji dhulkiisii iyo hubkiisii iyo addoommadiisii wuxuu soo dhan فقال ابو بكر ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت وحن مغري فاطمه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا نورث نرى ما دحلو نرى ما دحلو دام بينا حديث كان وحو ها نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه مثل ما قال دام بينا كل انا نرى ما دحلو وحان كتغنا امتنا دم دخيال بيهي علم واحد حكمته كجرت انبياء ان شخص هو صدق معين waa dhowr arimood kow waa in aysan ummaddiisu nebiga ku tuhmin xoolaha uu ururinayo iyo faygan iyo waxaan isaga u leeyahay fara badan in uu doonayo xoogow hadhow inuu ilmihiisa u ururinayo hantida waayo haddii qofku uu waxyaalo gooni a leeyahay oo wax gooni a isagu qaato sida nebi sal alay slam hadda khumsul khumska iyo fayga iyo wax badan haniimadii wax u qulaha say gooni u ahayd adoommadoo kale marka lasoo reebiyo kuwa ugu fiican ku qaadan jiray saxaabadu waa ka cabsan jireen gabadha ugu fiican isagay laa nebi la tuso ama diida ama yeelo miyn qaadan jirin haddii marka lagu tuhunsan yahay hantidan hadhow inay dhaxlayaan cali iyo rag la mida dadku waxaa garaysa tuhma ah wax uruursiga meesha jira iyo dad baa loo toghayaa hadhow iman doona sitaa meesha way ka bixiyo waxaa nebigan uruursanayo dhow inagu dhow bu inaga dhexeeya cali kaa mixigo waa midda labaad waxay dhaheen waxaa laga dhici kari lahayd in dadkaa dhaxlaya nebiga kuu dooni ha noqda nebiga nii kuu ka horreeyay awlaaddiisa inuu midkii jeclaysto wax yar inuu dhinta suu dhaxlo waana kufri waayo waa isaaxatu rasuuli ilaahay soo diray waa ilaahay diintiisoo jeclaysata dumitaankeeda marka ilaahay qadayaad kuwa ay kamid buu xarimay in ambiyada la dhaxlo iyadoo loo baqayo fitno ummadda ay ka tegayaan dhexdeeda ah iyo dadka iyaga wax ka dhaxlaya inay ku gaaloobaan mararka qaar marka wuxuu nebiga ka tegay wuxuu yihi faadimo iyo walaalay ana wuxuu ummaddii daliye isagaa la amray in ummadda dhex yaa laga dhigo oo idinka aan laydin siinin ean waxay ku ummaddii daliye can abi lbakhti wuxuu yidhi ka soc marka walaakinii nebi abubakar wuxuu fiiri marka hadal walaakinii anugu acuudu waan beelayaa man cid kaan u ahaa rasuulullahi rasuulka alayhi sala allahu calayi wasalam yacuuduhu mid beela wa unfiqu waan bixin calaa man qof korkii baan ku bixin kaan u ahaa rasuulullahi rasuulka alayhi sala alay slam unfiqu calayhi mid wax ku bixiyo korkiisa wuxuu yidhi aadan diida dhaxalkiisa inaad qaadataan oo isaga hay amree saasay tahay wuxuu aabaha ku siin jiray ama uu siin jiray ibn cabdilmudalib ama qof daciif oo idinka idin kamid ahna waan siin idinka goyn maayo biilkii nebi biilkiina waad leedihin laakiin hantidii uu ka tegay ummaday ka dhexaysa ma qaadanaysaan idinka أنا ابن البختري بختري ولا ورك راي أنا العباس وعلي أبو البختري كان واحد يبي عيسى سعيد بن فيروز الطائي ولهم الكوفي وحيل أن العباس وعلي عباس علي بجاء إلى عمر بن عمر عمر بن يمني يختصمان يقول دوديا يقول يدوري كل واحد منك صومين مع البطة كمين بساحبك كانوا كل أنت هذا كذا سدا سرتاي أنت هذا كذا سدا سرتاي وعيش كويس سيد دولكي نبي وقتي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك نحيي مسؤولية ديسة ayuu cumar wuxuu sameeyey iyagu dhiibay reer ibn cabdilmudalib wuxuu yidhi idinku maamula xaqiisana ka bixiya
wixii mushqaayad oo u jirato camal iyo idinkaga soo aadan waad leedihiin xoolaha dadkuna ka dhexeeyaa la socda laakiin idinku maamula naga xigsadoo maamula oo labadoodii marka wiilii adeerkii ahaa ayaa shaqadii isku fahmi waayay markaasi labadii seystaan wuxuu leeyahay adaa fashilaynay shaqadan iska casiriya aday way seystaan marka waxay u yimaadeen marka cumar oo shaqada u dhibay buu yimaadeen labadoodii فخرجت روح العمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنه هكا هو وين وعشرة كميدة تنظر لهم بشارع ماشي فلي وحكيلي أنشدكم وحاني دم كدار أنشدكم ساسا كفيعة وحاني دم كدار بالله قال لي أسمعتم ما مقى الشيخ رسول الله رسول قال صلى الله عليه وسلم يقول له كل ما لنبي نبي كستحوله صدقة صدقون إلا ما كيمو يأطعمه النبي إسجا وكبودي إلمه إسا إنا أنه لا نورثنا لما نحل النبي قوله ولا ليالو صميدان مقلين مركز سيدة نوحي لهذا نعم وفي الحديث حديث كده حسن وحبوسنا قصة الوطن عندي ذلك وشي كيني قصة عمر دير ومخاتيك الشريك وهذا سوق بشاق صوفه عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حري لا نورث أن نبنا لما نحن ما وحي تركنا أنك تن فهو يسوم صدقة ونحيا صدقة وحا صدقة وحا لك وضع ونحقون ومدى مساء وحي صدقة وبحجر تضم أسكرة ساسو النبي كوضع سناسو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حري لا يقسم ما قيب سنيا ورثتي أن يقوى نحل لها لو هذه نحل يامه دينار دينار ما قيب سنة ولا درهما أنا أنك تجي ما قيب سنة ما وحي تركت أنك تقول بعد نفقة النساء حاسس كيجا بالكود كدي إيو مؤنة عامل إيو قفقة خريف كيجا مش قايد يس كدي بالوضع مرك اللي جرب فهو وحاسس صدقة نقول وحي أنك تقول أو بروا صدقة مرك اللي جرب الله بشر xaasaskayga biilkooda wixii aan ka dhintay bi kuleeyeen oo laga nafaqeyn oo sabab culimadu waxay dhahayeen waayo ilaahay wuxuu xarimay nabiga xaasaskiisa in gadaashii la guursado sooma haram bi idan nooca ma wali waxay leeyihiin xukun sawda nabiga waa dhintay mar hadduusan nin kale guursan karin oo raggii biili lahaa ee intay guursadaan dabarbi aashiga nabiga yeesay dadka ciyo ka dhintay hadii marka qofkii la dhaho deenna ibn mali gadaashina uma guursan karo xoolo waxa laga yaabo sida darteed ayaa nabigu wuxuu yiri xaasaskaygu intay dhimanayaan hantidan anigu ka tagay bay beel ku leeyaan beel isla beelaysan way wulee anigu xireen yihiin hata hadaan dhintay nabigu guursan kara gadaashay ninka aniga khariifkayga dambeyn doona maadaama ku mashquulsan yahay shaqadii aniga ku mashquulsanaa anuguna aan xoolahan biilin jiray deysan aan biisho haadiba ana biilin jiray aanu shaqadaydii hayaa isnaha biisho wixii intaaga soo aray soomaa muslimiintu ka dhaxeeya cid dhaxdhaysan jirta nabi sallallahu alayhi wasallam an malik ibn aws ibn al hadathan khasatan hadathan ibn al hadathan qalu uri dakhaltu wan soo galay ala umar umar baan soo galay fa dakhala alayhi fa dakhala waxa soo galay alayhi ala umar waxa soo galay abd alrahman ibn auf wa dalha wa sa'd sa'd ibn abi waqas وجاء وحايم علي والعباس علي عباس بايميدو يختصمان دوري وسهيستا فقال ديت المحيي لعمر اللهم لبضت وحكوين عمر وحيين دي اللهم صحابة ميش فريد وحكوين أهل الشورة أنشدكم وحايم كل نار بالذي معبودك بإذن السجا وقراشيزة تقوم ويكون تاقنت السماء سمدي والأرض كلك أتعلم من الموقت أنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نورث أنه نرى من نحن ما وحي تركناه أنه قتل صدقة فقالوا حيين اللهم نعمها وفي الحديث قصة طويلة مرة شيء كبير بكتير في حديثك أوليه حنتدي صدا هاي وان دابنا أبو بكر باس دايل أبو بكر أنا مسؤوليتي أنا أريد إنك هذين دين مرة ما هي إلى ما نسأل ضوئي بس تعب حاسة ما نسأل الله بدينا وأسمع من الله اللهم تصور له حنتدا إسكو فهمة معمولة يسؤوليتي هذيك أنا عيد كم بيبي لكن مرض به قد يتينا هنا عن قلبك حلوتين دري عبد المدربتين أبو إسلام مقدين مركز دمحالة علي بكوحبتين iyaga dhaxooda gargalay arriba marka la wareeg wali saga xataa marku dhintay wiilkiisa wiilashiisa Xasan iyo Xuseen iyo Hajji ila waagida manil marwan oo iskaga tasarufay oo ka dhay wax iska xoola caadi Umar ibn Abdul Aziz al Khalifa al Rashid marku soo noqday sideed ku celisay sideed ina muslimiinta ka dhaxaysa kaza Umar
أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال ذو حتري ما ترك ما وحي ترك وكتي ما ترك متي دعفة رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم دينار دينار ولا درهم ذهب في الضم منا نبو العكس من سنك متك ولا شانت النيف أريانك متك ولا بعير النيف قيرتهم قال وحي لمرك يا رنيا وتبي ونكي كوريني عائشة وزير من حبيش وأنشك وحن كشك سنة في العبد والأمت أضونك يا أضونت هي قدرت عائشنا أو تنبي أضوني أضونك متك أضوني أضون منا يدن شك من قبل وباب كودة من كتاب كودة ماني باب ما جاء عند باب كنو بنتي في رؤية رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتدي سيئة ليدي سفي المنام شيف كالحدي صلى الله عليه وسلم حكم كإليه ذهب أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي حكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي حري من قفك رأني أنا أرك في المنام وردد لحنا لقفك وارك فقد رأني حقيقي أنه أركي صبب ما حيري فإن الشيطان شيطانك لا يتمثل اسمي كيسي بي أنا اسمك كيسين كرو أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حري قال حري رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك رأني أرك في المنام وردد لحنا لقفك وارك فقد حقيقي راني أنا بيركي معايير فإن الشيطان لا يتصور أو أمس قال النبي لا يتشبه بي أنا اسمك اسمك كيسين كرو أما اسمك الصورة ذيك رزاز الله أنا بمالك نرجعي أنا بيحكوري قال وعلي أبكاسي قال وعلي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قف في رأني أنا أركو ريا وارك في الم ما قف في رأني أركلي في المنام كرددي كيف كده ده ريا قف في وارك فقد رأني حقيقي لبهم بوي أركي وياركي قال وعلي أبو عيسى أبو عيسى الترمذي وأبو مالك هذا أبو مالك هذا حديث كورينية ويسوى سعد بن طارق ابن أشيم وطارق ابن أشيم كنا ويسوى من أصحاب النبي النبي أصحاب ذي سوكم ذي صلى الله عليه وسلم وقد رواه وابوري عن النبي النبي وحكوري وكي وطارق أحاديث النبي وحكوري أحاديث بولي هاي سوى وصل في قبرنا وحاكم ذي حديث القنوت الصلاة أبو هريرة قال وحلي كليب بن شهاب لي أنه كليب سمع وعمر أبا هريرة ويقول رضي الله تعالى عنه قال وحلي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قف في راني أني أرك في المنام وردد لحظة قف في وارك فقد راني حقيقي وارك محيلا فإن الشيطان إبليس أما الشيطان لا يتمثلني سيدة صحر الروايات كالقوية قنوا حاوي لا يتمثل بي أنا سمك كيسين كرو قال وحلي مك أبي أبكى سوى كليب كليب قال وحلي أبي فحدثه عن شيء به ورك وعنوشه ابن عباس ابن عباس بانوشه يجي فقلت وعن كوريدة ابن عباس قد رأيت النبي وانا ارك حقيقي نبي عن ريوار ابن عباس فذكرت ديتنا وعنوشه يجي الحسن بن علي حسن بن علي بانو نكا قف كان اركي حسن بن علي مو اكارنا فقلت ديتنا وعن فقلت وعن ريوري شبهته فقلت وعن ريوري يا ورانا يا وعورانا يا وكليب كليب ورني فقلت وحاني شبهت وان شبهي هو النبي به بالحسب ما شبه ساسه قيل ابن فقال علي بن عباس انه النبي كان وحوا يشبه من شبهه حسن النبي صلى الله عليه وسلم سده صح ادبته وحا وين له حسن بان النبي شبيه جري لكن سده ظاهرك ضميرك مره لو فيري لغه وحا لغا ودا النبي يا حسن وسو كان مره على حسن حسين ميد بن النبي دنبو اي كان قار كبره قار هوراتك حسن بان النبي وي كان بابا قار دنبيت كي سعود كي إيو لواها إيو قار كان حسين باوي كامل مركا ننكي قفقا كوري وذي بويني ابن عباس مركا مشيكيني الشيكات وحانا قدري حسن يو إليه كلمة حسن بوي كامل مركا بحلو حسن 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 نبوي كامل أن يزيد الفارسي وكان روحا يزيد كان يكتب من قرآن المصاحف مصحف القرية مصحف القرآن قال وعلي رأيت وحنا رك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قارك قارمة زمان ابن عباس حلق ابن عباس من الله فقلت وحاجة لابن عباس وحنقول إني أنا رأيت وحنا رك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وجد لحد قارك فقال ابن عباس محيل إن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حيقول مذيل إن الشيطان شيطان لا يستطيع ما أمود أن يتشبه بي أنا إن سك كيسيو إيه فما قفير أنا أرك في النوم وجد لحد قارك فقد رأني حقيقي أنا أركي يا أولاد ابن عباس بن محيري هل تستطيع ما أود يزيد أن تنعت إن تلممت هذا الرجل إن كان الذي كسر رأيته وضركت في النوم مرتدع أتقارت أي شيء قالوا علي مركا يزيد نعم ها أود أنعت لك وأنكو تلمام رجلا أنعت وحن صفين لك هذه وحن كو صفين رجلا إن كسر كسفين جسمه تركيسة يو اللحم يربكيسة بين الرجلين لبقف قد حية يعني مبورنو ما نقولنا ما جابنا ما ديرو
يعني لبا لبا قفوا من صفة صفة وكسي في سين حد جذبة منا وكهوسي أيو دحيا وحكة سوا كدحدحات في كل شيء وأنا صدق صار شيء والوحيد مركا هو يسوي سو قدره أسمر ومد مارين أوليبا إلى البياض عدين إلى نيا أوليبا ومارين عدين جذبت كشرابلي مارين كمذوب كيان وكرما أكحل العينين لبدا إن لونا إن بكولا حسن الضحك قصر كيسون قرح سيهي جميل دوائر الوجه وجه وريقيال كيسون أي قرح سيهي سيدة وجه سوريك سيهي قرح بطاق قد مرهت أي بوحسي لحيته يعني قر كيسو بوحي ما بين هذه وهذه لبدا لبدا تبتمر قر كيسون هالكا إلا هالكا أبوحي بله قد وي قد ملأت ولب أي بوحسي نحر وأنتس النبي هل كيسنة وقرك بوحي النبي قرر الله صلى الله عليه وسلم قال في المرقى عوف عوف وابن أبي جميل وحيلي وأنك يزيد يزيد كان حديث كورنا يتابعي ولا أدري أنا قرر ماهي ما وحي كان أوها ما وحي كان أهالي مع هذا النعت التلمانت اللي تشيرك يدوه يزيد وشيء يزيد وحيا رب الله تلمامه وشيء وحي تلس وحي قرر ماهي فقال عبد الملك بن عباس ما قلت نعم الله رب سليم بن عباس لو رأيت هذا أرك له هذه الزيدة هو النبي في اليقظات سوتشير هذا تقارك له سبحان الله وارد لك ما استطعت ماذا أود أن تنعت النبي هنا تلمامته فوق هذا تلمامته هذا الشيء توح كبر سير على تلك الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الملك أبو قتادة قال عبد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قف قراءة يعني أرك يعني كذا في النوم هرد هذا لحد كذا يعني وبعض الرواد بس كله فقد رأى وأركي الحق أركي طبتها وأركيه أنا مسلم بي أركي أنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حلي من قف قراني أني أركي في المنام ورد هذا لحد وارك فقد رأني حقيقي وأركي فإن الشيطان محير الشيطان كله يتخيل بي أنا يسمك يكي سينك وقال وحلي أنس رضي الله تعالى عنه وروي المؤمن قف المؤمن كريدي سو ورد هذا وأركو ريدي ونسي جزء وقبل أو من ستة وأربعين جزءا أفرت اللي لح جبل كمدة ومن النبوة نبي نمدة رياض قبض مو مجاركنا وعيري ونبي نمدة ما كلا قيمي وأفرت اللي لح لا قيمي قيم كمدة وهاي علماء قارع كتب جيهيا واللح ذي بلاد النبي جا ورياض وحيجا ورياهان هو الكشري أول عمر كا ورياض مثل فلق الصبح هو الكشري نبي سماه علماء قارع عيدا ورها صور صعاني ما وايو رواية قروعة يميت توا من 46 هو يرمون جزء من 40 ماذا كرت من 50 بعد كرت من عاوي 45 بعد كرت تاني ذي نجيم دي تلة توجيهية مركب عيلة مهمة وعاوي رياضة وقف كمومن كوا قيب كمدة نبي نمدة مركب لقي قيب أنت الدنيا عنا قتير قيب كمدة وهاي صار على جوا ضابنها أحاديث المركب وعاوي كنت سنة يعني أنت ذي كله نبي صلى الله عليه وسلم قف كدودي هذا النبي أنا أركي إن اللي يري من عد كستو دوامك وحكاية لي مثل مركز وإن تلمانتو نبي وحارة تسلوئي يا رب ظل ترى هو أنا أركن إن دير ودوان ونقرب على هاي وحوي كنا وراء شغلة دنا يقولون نبي ما لارجع شيطان بقى عشان كستو رزقتك نقدر نقول ما بقولي يعني نبي عادي أحلى قارك وحوي نجيه بالوارونا هذا بيسوع يا رب ويجرن هرب بدن أو متصوفين عنده سوسيفية جريه وكتب بدن حلقة قرآن أولياء تلاقي ديهم وحيارها النبي يكون بين أبوران يعني خرافات كي يبخطيها هذا ضف في الستان إقاركود يقول النبي وحي أمره ما أنزل الله بها شرك يقال من مقاركود قرآن يعني النبي عن ريا قاركه وحول سدا يسدا سمين وحول النبي أبوه لي هذا في رسوا قال منه وحول دارن كردت كاسين والله رميت إما إنا بين على يالهاي حديث ضمن اللي هو ناتيان إما إنا وحي أركان النبي هاي الشيطان وعيارته ويا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق حيا وميت النبي صلى الله عليه وسلم وعن حق الميلة هذا ضم رأي طول الدين وعن حق إن ذلك مفروض ضل علم الوحيد هذا من هذا أنت هذا السجع نبو عربته هو حق أمره وحانه شرعي خلاف سيئه وركاية الله قال ما شرعي لسا الله قال ويا نقول الدين وانه يسوى النور كو بدلن من وحضر يبارتك
walaa yaa wax si ka noqday wa mid labada hadii taan la yeero diintii dhanban riya lagu nasaxay Soomaa niga suusay dhinay ariga qorku wuxuu yiri shir dhaala seenina leeyahay ariga qorku wuxuu yiri tarawih sanadkan la tugeeni niga ariga diintii dhan laga tagay noqon doona nawa iska ciyaaro suur rab iska yeeyo mar walba waxay dhahayaan shariicada sunnada ee daahirkeenoo muqaddam si kasta wax khilaaf sanad qof wala yimaado si kasta ahlu diin u yahay la yaqbal min hatta duba xal nabiga arkayo wuxuu ugu yiri bari waa ciida ciida ciidina ya sanan caaw bisha sadan baahay bilna meena marag nabiga sallallahu alayhi wasallam faat min al-idda 30 ya nimba bisaas ci sawbiri aniga xal nabiga riyo qorka wuxuu yiri war idinka bisha arkay waaye waa ciida iska ciida alla nabiga allah arkay allah ciida miyan dayna oo allah ila shaqeeyo nabiga isagoo nool bana wuxuu leeyahay dad bisha weydaan فأكمل عدة شعبان سومي فأكمل العدة في بعض الروايات 30 مركز السنة استفادي سيلة حديب علماء الدين عدي أرجتها وركي سحقنها مقادر مهين معلومة للمركز نينك أن كنت النام كان عدو ريا قارك مركز إذن كنت ضبع حلاها يعني من نبي صلى الله عليه وسلم شهدان سمك السوري شيخين نبي قارك من نبي ولدي النبي صلى الله عليه وسلم شهدان سمك السوري وقارك وأنا قلت المهم تلا الشيء صعدي لنسى الشيء لذا كتاب كأن الشيخ قرق نيسو باللابي حديث كو باللابي دبو في ريا كو وكو باللابي تلمان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يعني حديث كو قدن بي مادام الورد ضرباك كو قدن بي نبي نكي أركو ورياكو أركو النبي يبو أركي تلمان تي سوائنا تقام أما عد تقامنا ويديسو سيدة صدقية قيسان قرطة عدة داركتي إنا نبي تعاي إن شاء الله تعالى كتاب كأني شمائل صحيح الشمائل للدكتور أنيس جزاه الله خيرا نهلك أسفل يقول هاي ما أنت تاريخ تهي بشهر رمضان لباتا كنا فربغ الله فرطن يصدح دي الميلادي من حياة سهاري وتمسى ما كوي لا تمس دبس وعلا كوي لا تمس سنة كنا لباب كوني لبي لباتنك وحين أقول لبعض المساجد كنين هداية كتاب كاو شيخ السوق رو مختصر مختصرة أما التهذيب المختصرة وحي مركة وناجي إيه خير كتاب خاص لقفة إيه يستو وحان ليه إلهي أجله نرسيه وحي غرضه إيه صدق اللسان العين إلهي بأن أبري نقننا وأن خلط دعيه وكان نقننا كتاب لا يخلو من خطأ وكيما مشافعه لنتري يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإن تجد عيبا فسد الخلل العلمي ورنجلي مركا وحي عيب الخلل يكون جلي سوق لساننا وحالين عدي أردت هاي صلاحي سوق وجزاكم الله خير وصلاة الله عليه وسلم.